إيش حالكم يا حلوات؟ أنا سمية حارث بيوتي بلوجر من الإمارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن أحسن 6 برونزرات أستخدمها حالياً ومناسبتني. حاولت قد ما أقدر أني أحصر البرونزرات في الأشياء اللي موجودة دائماً، يعني منتجات من ليميتد إديشن علشان تحصلونها، ونوعت بعد بين المنتجات اللي تكون لدراج ستور او هاي اند، يعني عشان كل واحدة ممكن تحصل اللي هي تبغاه. وعلى فكرة هذه البرونزرات كلها باودر، انا ما احب استخدم الكونتور او البرونزر الكريمي، يعني ما احس انه عملي بالنسبة لي، افضل دايما الباودر. ومتنوعة تركيبات ما بين اللي فيها شمر شوية وما بين المطفية تماما. وهذه المنتجات تقومون تستخدمونها كبرونزر تغمجون فيها حدود الوجه، او للكونتور لتحديد ملامح الوجه حسب لون بشرك ومدى تناسب هالبرونزر مع لون بشرك. وتعالوا ياي الحين اراويكم الست منتجات اللي اخترت لكم اياها. اول برونزر من ذا بالم بهاما ماما، هذا وايد مشهور البرونزر، شي درجته شوي غامجة، احس انه يناسب البنات اللي بشرتهم حنطية الى سمراء. اذا انتي بيضة او وايد بيضة يمكن هذا يجي شوي قوي عليك. اللون مركز مطفي تماما، واحس من وجهة نظري هذا انسب للكونتور لتحديد ملامح الوجه اكثر من انه برونزر لانه مايل للرمادي. ماركة ذا بالم موجودة عندنا في دبي في محلات دبنهامز، واتوقع انها موجودة في كل الخليج او تقدرون تطلبونها من موقعهم مباشرة. اما هذا البرونزر من ميك اب فوريفر نزل من فترة بست درجات، يعني وايد متنوع الدرجات ما بين الدرجات اللي تناسب البنات الفاتحات الى الميديم الى الدار، وممكن بعد حسب الدرجات تستخدمينه كبرونزر او للكونتور. انا الدرجة اللي مناسبتني وحابتنها منهم اللي هي 30M، هذه هي الدرجة، فاتحة حلوة خفيفة. بالنسبة لي احس عادي استخدمها كبرونزر او للكونتور، للثنين تناسب. وهذه بعد نفس الشيء مايلة للرمادي اكثر من البرتقالي. ثالث واحد اخترت لكم اياه اليوم من نارس، هذا بعد فيه منه 3 درجات، عبارة عن برونزر واحد غامج وواحد فاتح. الدرجة اللي انا اعتقد ان هذه يا اما الميديوم او الدارك، وايد حلوة هذه الدرجة، انا تعيبني غامجة فاحتاج اني استخدم وياها فرشاة توزع عدل وبايد خفيفة ما اكثر منه هالبرونزر، ويطلع شكله وايد حلو وناتشرال، خاصة اذا مسوية انتي شوية تان، هذا وايد حلو. هذا البرونزر فيه منه حجمين، من H&M، من محل H&M برونزينج باودر، في من الحجم الكبير وفي هذا الحجم الصغير. هذا البرونزر فاتح حلو، يعني اتوقع يناسب اكثر البنات اللي درجات بشرتهم فاتحة او ميديم. اذا انتي دارك ما اتوقع ان هذا يناسبك، لان مثل ما قلت لكم الدرجة فاتحة، واللي اعرف ان في من درجة واحدة مطفي مات تماما، وايد حلو، البودرة شي ناعمة بسرعة تتوزع على البشرة، وهالبرونزر ثابت وبعد حلو في فترة الصيف، ومثل ما قلت لكم يناسب الأغلبية. البرونزر نزل من فترة في سيفورا، ودايما هذا ينزل هذا البرونزر، كنت ما أخذتنه من برا وحصلته نازل في سيفورا من فترة، في منه 3 درجات شي شكله. هذا البرونزر فيه شوية لمعة، فمن شي احس انه يناسب كبرونزر اكثر من انه للكونتور. الدرجة اللي انا استخدمها رقم 3، اتوقع ان هذه اغمج درجة فيهم. وبشكل عام برونزرات سيفورا وايد حلوة، كنت جربت انواع ثانية عندهم اللي هي ليميتد اديشن، اذا حصلتوهم انصحكم انكم تجربونهم اتليست على يدكم شوفوا الدرجة اذا تناسبكم، واسعارهم بعد زينة. واخر برونزر من الماركة اللي انا وايد احبها، ماركة شارلوت تيلبري، هذا برونزر وهايلايت ويا بعض، وايد 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 احبه هذا البرونزر، وايد ناعم مطفي تماما، اللون وسط، يعني احس يناسب الاغلبية الا اذا كانت درجة بشرك دارك وايد. ثباته حلو، شكله وايد طبيعي على البشرة. للأسف ماركة شارلوت تيلبري مو موجودة عندنا في الخليج، بس تاجرات الانستغرام ما يقصون يبون منها، او اذا انت كنتي مسافرة بتحصلينها في لندن، موجودة في امريكا في اوروبا، وبعد اسهل شيء ممكن تطلبينها من موقعهم مباشرة.
وهذه كانت يا حلوات الست بونزرات اللي مناسبتني واستخدمها حاليا وحبيت اني اشارككم اياها. ان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، واذا عجبكم لا تنسون اللايك وبعد الكومنت والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.